حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. المشاهد: ميليشيا الحوثي تواصل إغلاق أماكن عمل النساء في صنعاء. أخبار اليوم: أبناء المهرة يستقبلون رئيس الحكومة بوقفة احتجاجية. الشرق الأوسط: اليابانيون لا يعرفون أين يختبئون من صواريخ كوريا الشمالية. القدس: السجن عامين لمن يرقص في جنوب السودان. أهلا بكم. ركزت المواقع الإخبارية والصحف الصادرة اليوم على المجزرة الجديدة في تعز والتي ارتكبتها ميليشيا الحوثي في تعز، وعنون موقع المصدر أونلاين: مقتل 4 أطفال وإصابة آخرين بقصف شنه الحوثيون على حي الجحملية بتعز. وقال مصدر محلي إن 4 أطفال لقوا مصرعهم، وأصيب مدنيان آخران يوم الاثنين بقصف شنه الحوثيون وقوة صالح على حي الجحملية شرقية مدينة تعز. وقال مصدر محلي إن الحوثيين المتمركزين في تلة السلال والسوفتل بمنطقة الحبان قصفوا بالمدفعية الثقيلة حي الجحملية السكني، ما أدى إلى مقتل خالد عبد الكافي 12 عاما ونصر منصور أحمد غالب 14 عاما وريان بدر غالب أحمد غالب 7 أعوام وعيسى محمد عبد الحميري 15 عاما. يتابع الموقع: يأتي ذلك بعد يومين من حادث مماثل، إذ قتل 3 أطفال وأصيب 9 آخرون بقصف للحوثيين على أحياء شعب الدبا وسوق الصميل وحوض الأشراف. في موقع يمن مونيتور عنوان يتحدث عن خطط ميليشيا الحوثي في تدمير ما تبقى من مؤسسات الدولة. جماعة الحوثي تنشط بإرسال موظفين حكوميين من صنعاء إلى معقلها شمالي اليمن. وكشف موظفون في القطاع العام للدولة بالعاصمة اليمنية صنعاء أن جماعة الحوثي تنشط باستقطاب الموظفين وإرسالهم إلى محافظة صعدة معقل الجماعة لحضور دورات عقائدية. وأشار الموظفون في أحاديث متفرقة ليمن مونيتور إلى أن الجناح الثقافي لما بات يعرف بالجبهة الثقافية لجماعة الحوثيين ينشط في استقطاب موظفي الدولة عبر تنظيم الرحلات. أوضح أحد الموظفين والذي يعمل في وزارة الإعلام بعد عودته من صعدة ليمن مونيتور قائلا: ذهبنا في دورة إلى محافظة صعدة مع عدد من الزملاء، واستمعنا خلال الأسبوع الذي قضيناه في المحافظة إلى المحاضرات المسجلة التي ألقاها حسين الحوثي قبل موته وطلبوا منا أن نحفظها. التهريج السياسي بامتياز. تحت هذا العنوان كتب وزير الثقافة الأسبق خالد الرويشان مضيفا في أجزاء من المقال المنشور في موقع سبتمبر نت: يهددون أبو ظبي لكنهم يقصفون تعز، الموت لأمريكا بينما يموت اليمن، يمنعون المفسبكين لكنهم يسمحون لطائرات التحالف أن تسرح وتمرح في سماء العاصمة والبلاد، وكأن الفيسبوك أخطر من الطائرات والصواريخ التي يفطر اليمنيون على أصواتها كل صباح، يحتفلون بمجرد حوار تم عبر الإيمو، والمفروض أن ينجحوا ويحتفلوا بإيقاف الحرب ووقف تمزيق البلاد، فهم وحدهم القادرون على ذلك. هذا هو النجاح الحقيقي، أن يسلم ما تبقى من البلاد. يناشدون العالم أن يساعدهم، بينما يناشدهم العالم أن يساعدوا أنفسهم أولاً ويحقنوا دماءهم وينقذوا بلادهم. أنتم أسوأ سياسيين عرفهم التاريخ. إلى متى يستمر ذبح اليمن بهذا الشكل على أيديكم وبسببكم؟ تستطيعون أن توقفوا الحرب داخلياً وخارجياً في ساعة لو أردتم. عجزتما كطرفي انقلاب أن توقف ذبح اليمن. أين أنتم من القاضي الإرياني وخصومه بعد حصار 70 يوما؟ اتفقوا وأوقفوا الحرب وانتصرت الجمهورية. ما يحدث اليوم لليمن على أيديكم أكبر كارثة على كل المستويات. ماذا تريدون بالضبط؟ أن يستمر ذبح اليمن واليمنيين بسبب السلطة المجنونة الواهمة؟ لم يعد ثمة سلطة بل تسلط ومتسلطون بسبب الكرسي اللعين. لم يعد ثمة كرسي بعد أن تكسر كل شيء. السياسة أن تنجح وأن تنتصر، خصوصا إذا كنت مسؤولا عن بلد وعن شعب.
هذا ما يحكم العالم كله، أن تنجح وأن تنتصر، وأنت لم تنجح ولم تنتصر، أن تربح لا أن تخسر. في سنواتك العجاف خسرت اليمن كل شيء. عليك أن تتذكر دائما، البلد ليس مزرعتك، تصنع بها ما تشاء، واليمنيون ليسوا عبيدك. هل من يسمع أو يعقل؟ استمرارا في التضييق على حياة اليمنيين وحصارهم في منازلهم مع الجوع والمرض، وجهت ميليشيا الحوثي انذارا لأحد المطاعم في صنعاء بالإغلاق بحجة أن من يعمل فيه نساء. وقال موقع المشاهد نت إن أفرادا من قسم شرطة المعلمي بصنعاء يتبعون جماعة الحوثي وجهوا انذارا إلى إدارة أحد المطاعم المشهورة وهددوا بالإغلاق. وقالت مصادر خاصة من العاملين في المطعم للمشاهد أن الإنذار يتعلق بطرد العاملات من النساء في المطعم. وأضافت هذه المصادر مندوب تابع لجماعة الحوثي كان مع المسلحين، حيث أعطى مهلة أسبوع لإدارة المطعم بطرد كل العاملات من النساء في المطعم وتغييرهن بعاملين من الرجال. عنوان بارز في موقع الموقع بوست يقول: صراع مؤتمري حوثي في جامعة صنعاء والحوثيون يفرضون سيطرتهم على المناصب. وقال الموقع: يواصل الحوثيون في جامعة صنعاء مسلسل العبث بالتعيينات للموالين لهم، حيث أصدر رئيس جامعة صنعاء المعين من قبل الحوثيين دكتور فوزي الصغير حزمة من القرارات والتعيينات المخالفة لقوانين والمعايير الأكاديمية ومتعارضة مع قوانين الجامعة اليمنية ولائحته التنفيذية. ويرى هشام ناجي عضو الهيئة الإدارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء أن التعيينات الأخيرة لرئيس الجامعة لا تختلف عما سبقها من تعيينات، وأن الغرض منها إزاحة طرف معين من المناصب وإحلال طرف آخر محله. وقال ناجي إن الفارق في هذا الإحلال جاء هذه المرة على حساب الشريك في سلطة الأمر الواقع في صنعاء. تحفة حبل، امرأة يمنية خالدة الذكر في ريف شمال تعز، ثارت ضد الإمامة قبل ميلاد فجر ثورة 26 من سبتمبر المجيدة بعشرين عاما. تحفة سعيد سلطان المعروفة بتحفة حبل، ثائرة يمنية رائدة رفضت الظلم وقاومت عكف الإمامة وأوقدت شعلة الحرية في عز سطوة الرعب والجهل والكهنوت. هكذا بدأ محمد سعيد الشرعبي مقاله المنشور في المصدر أونلاين، مضيفا في أجزاء من المقال عن المناضلة التي توفيت في العام 1994 لكنها ناضلت من أجل التخلص من الذي عاد من جديد. كانت تحفة حبل تدرك نقمة الإمام عليها، ولهذا فرضت حضورها الشعبي بالانحياز للناس وقادت أول مسيرة سلمية راجلة منتصف خمسينيات القرن العشرين من شرعب إلى قصر العرضي في مدينة تعز. كان هدف المسيرة غير المسبوقة إيصال رسالة إلى الإمام عن ظلم عماله لأبناء منطقة شرعب، ووعدها بوقف التعسف والظلم، وتبين بعد ذلك عدم تنفيذ وعوده. وبعد أشهر معدودة وتأكيدا على رفضها للظلم، طردت عامل الإمامة من شرعب، ووصل الخبر إلى الإمام وهددها برسالته الشهيرة التي جاء فيها: من الإمام أحمد إلى تحفة حبل، خلي الأذية، صوت المدافع في الجحملية. فهمت الثائرة تحفة حبل فحوى الرسالة، وهذا ما زاد سخط الناس من تهديد الإمام أحمد، ولكنها لم تذعن وعملت مع أبناء المنطقة على تأمين أنفسهم وتوحيد صفوفهم وزراعة أرضهم. تقدير المجتمع الفلاحي شمال تعز للمرأة مكن ثائرة تحفة حبل من تعزيز حضورها أكثر من الرجال في عز مرحلة عرفت بالجهل والجوع والخوف من الإجرام الإمامي. وبفضل شجاعة تحفة حبل وحرص أبناء المنطقة على رفض الظلم، خرجت شرعب عن سيطرة عكف ما كان يعرف بالمملكة المتوكلية قبل خمس سنوات من 26 من سبتمبر عام 1962 وإعلان قيام الجمهورية. تلك هي الثائرة الملهمة تحفة حبل التي دونت تاريخها بأحرف من ذهب وجمهرت قبل ميلاد فجر الجمهورية بعقد من الزمن.
في عنوان بارز ورد في صحيفة أخبار اليوم نطالع: نجاة وكيل وزارة الداخلية من محاولة اغتيال في عدن. وفي عنوان آخر من محافظة المهرة: أبناء المهرة يستقبلون بن دغر بوقفة احتجاجية أبقته في الطائرة لساعات. ومن المدينة المحاصرة: تظاهرات في تعز تطالب بإسقاط الحكومة. ومن حضرموت: كمين مسلح يؤدي إلى استشهاد جنديين ومقتل أحد المهاجمين. موقع سبتمبر نت التابع للجيش الوطني يعنون: رئيس الأركان يكافئ ضباطا وأفرادا أحبطوا تهريب أسلحة وعملات مزورة. وقال الموقع إن رئيس هيئة الأركان العامة لواء الركن طاهر بن علي العقيلي وجه بتكريم وترقية ضباط وجنود في نقطة للجيش بمحافظة مأرب بعد نجاحهم في إحباط عملية تهريب أسلحة وعملات مزورة وممنوعات. ونص توجيه رئيس الأركان على ترقية ضباط النقطة ومنحهم رتبة عسكرية وترقية الأفراد إلى رتبة مساعد أول. وتمكن أفراد النقطة يوم الأحد من القبض على شاحنة في طريق مأرب صنعاء كانت تحتوي على كميات كبيرة من نقود مزورة فئة 5000 ريال، بالإضافة إلى كميات من ذخائر الدبابات وقذائف متنوعة ومعدات مسدسات كاتم الصوت. إذن لقراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. تتجه بناظريك إلى ما هو حولك تكتشف جمال كل شيء، تتعرف من خلال ما شاهدت قانوناً واحداً من القوانين المعرفية، تعرف كيف امتزجت هذه الحياة بألوان البشر المختلفة. ستعلم عندها أن الأقرب منك، أن وضعنا العالم بين يديك. أهلا بكم من جديد. يتساءل اليمنيون لماذا عين الإنسانية عمياء عن تعز؟ بحسب صحيفة العرب الجديد، حيث أطلق مغردون يمنيون وسم عين الإنسانية عمياء عن تعز للتغريد عن المآسي التي تتعرض لها تعز وأهلها. منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف أعلنت عن رفضها قتل الأطفال في مدينة تعز، وقالت إنه أمر غير مقبول بتاتا، وأعربت عن صدمتها البالغة إزاء مقتل وإصابة قرابة 12 طفلا في تعز بحادثتي قصف منفصلتين. ومما ورد في صفحات المغردين اليمنيين ما كتبه عمر نبيل تحت وسم عين الإنسانية عمياء عن تعز، كتب: من يوقف حقدا أسود؟ بشاعة ضمائركم تقتلنا وبشاعة الصور تتحدث. صحيفة الاتحاد قالت بأن ميليشيا الحوثي والمخلوع تفرض التجنيد الإجباري في المحويت، وأوردت في التفاصيل أن الميليشيا أقرت فرض التجنيد الإجباري على أبناء المحويت لتغطية العجز البشري في صفوفها في مختلف الجبهات عقب الخسائر الكبيرة التي تكبدتها. مصادر محلية أفادت أن الميليشيا عقدت لقاء في المحافظة بحضور قيادات حوثية وأخرى قبلية موالية لهم، وتم فيها إقرار خطة لفرض التجنيد الإجباري. وذلك وبحسب صحيفة الاتحاد بعد رفض الأهالي الانجرار وراء إغراءات الميليشيا للانخراط في صفوفهم والتوجه لجبهات القتال. ما في سجون تسع كل الناس، تحت هذا العنوان كتب أمجد ناصر مقاله المنشور في صحيفة العرب الجديد، مضيفا في فقرات من المقال: لا تبنى الدول بالتجانس بل بالتعدد، لا وجود لدولة متجانسة على أي بقعة في الأرض. هذه أفكار الرايخ الثالث، العنصرية التي صنعت عرقا خياليا وتاريخا مزيفا لألمانيا. علينا أن نتذكر التصفيات التي شنتها النازية ضد كل الأقليات ليس اليهود وحده، وعلينا أن نتذكر أن أهم الكتاب والفنانين الألمان ناهضوا النازية ودفعوا أثمانا باهظة، قتلا حبسا نفيا، لكنهم لم ينخرطوا في طوابير الولاء والأزياء الموحدة التي فرضتها النازية على المواطنين الألمان. هذا درس في التاريخ. سقط هتلر وبقيت الأصوات التي ناهضته حية تعطينا مثالا على ضرورة دحض الزيف العرقي، الزيف الأيديولوجي، والأهم زيف الإجماع بل خطورته. دعونا نتذكر ما قاله شاعر ألمانيا ومسرحيها الكبير بيرتولد بيرخت في الدهان هتلر: سوى حرفة الدهان لم يتعلم هتلر،
ولما تركناه يفعل ما يريد دنس كل شيء. بلاد الراين كلها دنسها. لا تدهن الدول بدهان لأنه قشرة ولأنه سيزول، ستتكفل به الأمطار والرياح وأيدي الأطفال التي تحوله ببراءتها العبقرية إلى مسخرة وكاريكاتير. بماذا يذكرون ذلك؟ بكل الطغاة العرب الذين يعتبرون التعدد والاختلاف عن إجماع الأمة هرطقة بل خيانة وطنية، وبوسعه أن يكون مرضا يجدر تطبيبه. كان الطغاة العرب يقبلون صمت معارضيهم، بل يدفعون ذوي الرأي إلى الصمت دفعا. كان الهدف هو الصمت وليس الكلام. كانوا يقبلون اعتزالهم الحياة العامة والتزام بيوتهم شرط كف شرور أقلامهم أو أفواههم، ولم يعد هذا مقبولا. الصمت الذي يعطي حتى للمجرمين حقا في أثناء الاستجواب لا يعطي للمختلف في الرأي، لمن لا يريد الانخراط في الجوقة، بصرف النظر عن القضية التي يستنفر فيها المجتمع كما لو كان صوتا واحدا. في الشأن الدولي وحالة الترقب العالمي، تعنون صحيفة الشرق الأوسط: اليابانيون لا يعرفون أين يختبئون من صواريخ كوريا الشمالية. وقالت الصحيفة: عند كل تجربة كورية شمالية لإطلاق صاروخ، تدعو السلطات اليابانية السكان إلى الاحتماء داخل مبنى آمن أو في طابق تحت الأرض، لكن دون أن يلقى ذلك صدى لعدم توفر مثل هذه الأماكن في البلاد. فالقسم الأكبر من المنازل التي يقطنها أفراد في اليابان مبنية من الخشب وغير قائمة على أسس عميقة وبلا أقبية، وغالبا لا تضم المناطق الريفية أي مبنى إسمنتي، ولذلك يشعر كثيرون بالعجز التام. ويقول أحد المواطنين: الحكومة تدعونا إلى الاختباء في مبنى آمن أو في طابق تحت الأرض، لكنها غير متوفرة هنا، فلا خيار أمامنا سوى ألا نفعل شيئا. تتابع الصحيفة: تجري السلطات بانتظام تدريبين في المدارس وعبر دورات للجميع، لكن أحدا لا يتساءل هل للأمر معنى فعلا؟ من أخبار صحيفة القدس العربي الأكثر قراءة: السجن عامين لمن يرقص في جنوب السودان. وقالت الصحيفة: إن سلطات ولاية جونغلي الواقعة شرقية دولة جنوب السودان أصدرت قرارا يمنع الشباب من إقامة الأنشطة الثقافية والترفيهية المتمثلة في الرقص والمصارعة بشتى أرجاء الولاية. ووفقا للقرار، فإن السلطات ستعاقب كل من يخالف القرار بالسجن لمدة عامين وتغريمه بمبلغ 10,000 جنيه. وجاء القرار الذي أصدره حاكم الولاية على خلفية مقتل شخص في قتال عشائري بمقاطعة تويجا الشرقية السبت المنصرم. وطالب القرار الشباب بعدم ممارسة المصارعة والرقص بالولاية تجنبا للاحتكاكات والصراعات العشائرية الناتجة عن الاستفزازات التي تحدث في تلك المناسبات. موقع شبكة البي بي سي أوردت خبر وفاة ستانيسلاف بيتروف الذي أنقذ العالم من حرب نووية. وقالت: توفي الضابط السوفيتي السابق ستانيسلاف بيتروف الذي جنب العالم حربا نووية بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي أثناء الحرب الباردة عن عمر يناهز 77. وكان بيتروف يخدم في مركز الإنذار المبكر السوفيتي عام 1983 عندما أطلقت أجهزة الكمبيوتر في المركز إنذارا كاذبا عن رصد إطلاق صواريخ أمريكية. لكن بيتروف اتخذ قرارا على مسؤوليته الشخصية بأن ما حدث مجرد إنذار كاذب ولم يبلغ به رؤساءه. ورغم أن التدريب الذي تلقاه بيتروف كان يملي عليه أن يبلغ القادة في الجيش السوفيتي على الفور، أجرى بيتروف اتصالا بمقر القوات المسلحة وأبلغ عن عطل في نظام الإنذار المبكر. وإذا كان بيتروف مخطئا في قراره، فإن أول انفجار نووي كان سيحدث في غضون دقائق. وحال الإجراء الذي اتخذه في ذلك الوقت والذي أعلن عنه بعد عدة سنوات حال دون نشوب حرب نووية محتملة. وكشفت التحقيقات في هذه الواقعة في وقت لاحق من حدوثها أن القمر الصناعي الروسي رصد ضوء الشمس المنعكس على بعض السحب وعرفه خطأ بأنه محركات لصواريخ باليستية عابرة للقارات. مواسم التشرذم، تحت هذا العنوان كتب حسام كنفاني مقاله المنشور في العربي الجديد. وأضاف الكاتب: لا يكاد يخرج بلد عربي من تحت مظلة أخطار التقسيم حتى يدخل آخر ويحمل معه ملامح أزمات جديدة وصراعات لا تحمد عقباها.
فلم ينتهي الحديث بعد عن تقسيم سوريا إلى دويلات خاضعة للنفوذ الإقليمي والدولي، ولم يغلق الباب على مشروع تجزئة اليمن بين شمال وجنوب، ولا تكريس ليبيا دولتين شرقية وغربية، حتى جاء الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان، والذي قد يكون الأخطر من كل ما سبق، نظراً لأن الطرح أكثر من جدي، ويحمل مقومات تسمح بتطبيقه على الأرض وحمايته في المستقبل. فالأحاديث السابقة عن التجزئة في سوريا وليبيا واليمن لا تزال أفكاراً ومقترحات يتم تداولها، وإن كان لها إسناد على الأرض على غرار الانقسام الفعلي في اليمن وليبيا والتوزيع الواضح للنفوذ في سوريا، غير أن التطبيق بقرار رسمي ورعاية دولية لا يزال بعيداً عن التحقق، إضافة إلى أن لا بنية فعلية لقيام مثل هذه الدويلات في ظل التباين الإقليمي والدولي تجاه الأطراف المسيطرة وتراوحه بين الرعاية والمقاطعة. ويمكن سوق النموذجين الليبي واليمني تحديداً مثالاً على واقع الحال الذي يعتري الدولتين، فرغم وجود مقومات شبه دولة في الكيانات المتشكلة عن الخلافات السياسية والعسكرية في ليبيا واليمن، إلا أن الاعتراف الدولي النهائي بتشكيل هذه الكيانات غير ممكن في ظل تباين الرؤى من القوى الدولية إلى الأطراف المسيطرة ودعمها فكرتي الشرعية والتوافق اللتين يمثلهما عبد ربه منصور هادي في اليمن وفائز السراج في ليبيا. من عدسات كاميرا قراء البي بي سي، والذي كان موضوعها هذه المرة عن الأسواق التجارية في العالم، اخترنا لكم مجموعة صور لجولتنا المصورة لهذا اليوم، نتابع. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير، إلى اللقاء.